بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطن النخل وحقل الدرر، وطن النخل وحقل الدرر، قم على رجلك للمستكبر، حاملا جرح الرياحين على هامة الدنيا وعين الأعصر. أخبر العالم عن أعرابنا سقطوا في خسة المنحدر، عرب ليس لهم من شيم غير رهن الأرض للمستعمر. ولصون العرش داسوا قيما، رهنوا الدنيا، رهنوا الدين لدنيا قيصر. وطن اللؤلؤ والورد، متى كنت في ذل دعي أشري وانتخبت الصمت، حاشاك وكم كسر العمر ولم تنكسري. لك شعب لو أذاقوه الردى منه شعت هيبة المنتصر. هكذا قد كان خصمي، هكذا للنجيبات بنات الخفر، وأنا كنت أوالي الهوى. قدري أن أتحدى قدري، يا حكومات تسدري في غيك وعلى هدم قبابي كبري. يا حكومات تسدري في غيك وعلى هدم قبابي كبري. ومن العدل إذا ما صدفة التقيتين به فاستغفري. وانكري المعروف كي يرضى الذي دينه الأمر بفعل المنكر. صفقي للعرش مسرورا إذا كان سياسا لشعب حجري. إنما يستأنس الثور إذا نصبوه قائدا للبقر. غير أن الحر لا يرضى سوى أمة الأحرار بين البشر. كيف يرضى حاكم حر بأن يرتقي سلم بطش قذري؟ هل بقاء العرش في سجن النساء؟ هل بقاء العرش في سجن النساء؟ طالبوا بالحق رغم الغير. دولة العيب عليك العار، دولة العيب عليك العار، من يشتري الأمن بأسر الزهر. هل من الإسلام تقييد النساء في الزنازين بجرم الطهر؟ هل من الشيمة لما وسدوا طرق السوق بأدهى منظر؟ هل بقاموس العروبات لكم مخرج للمأزق المستنكر؟ ها رياحينك يا بحريننا كالسبايا تحت حكم عنتري، تحت حكم جاهلي أرعن قبلي سلطوي عنصري. وهنا جئنا بصوت هادر نعلن الرفض لأسر الدرر. أطلقوهن فهذا شعبنا ضج من غيرته كالشرر. أطلقوهن سجينات الحمى قبل أن يطفو الحمى بالأحمر. أطلقوهن فهل كان سوى رفض ما جئتم به من بطري؟ يا حكومات المخازي والغوى زوري جرم نسائي زوري. وخذي صهيون أعلى قدوة وإلى أقبح ظلم شمري. فقريبا مع من قد رحلوا سوف يلقيك السرى في الأثر. وشكراً.